للمزيد حول ذلك من واشنطن ينضم إلينا زميل أنس أصبار. أنس، حالة من الشلل في قطاع الطيران نتيجة الطقس البارد، كيف تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لما يقال إنها عاصفة ثلجية قادمة وتطورات مناخية كذلك شديدة البرودة؟ بالفعل لم تشهدها الولايات المتحدة، وتقول هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنها تحدث مرة في كل جيل حسب التوصيف الذي أطلقته. على المستوى الفيدرالي الرئيس جو بايدن تم إبلاغه وقال إن السلطات الفيدرالية ستقدم ما تحتاجه والسلطات المحلية سواء في الولايات التي ستتأثر بشدة كولايات إلينوي، ميشيغان وكذلك واشنطن في الشمال الغربي من الولايات المتحدة، أو تلك التي تتأثر بدرجة أقل في الشمال الشرقي، منطقة الوسط الشرقي وكذلك بعض المناطق الجنوبية الشرقية. لكن بكل الأحوال هنا في واشنطن في العاصمة درجة الحرارة اليوم عند 4%، لكن غدا ستتراوح بين 0 و 11 درجة مئوية تحت الصفر، وبعد ذلك قد تتعمق ويتعمق هذا المنخفض الجوي بدرجة أكبر لتتدنى درجات الحرارة بشكل أكبر. على مستوى الرحلات الجوية أكثر من 2000 رحلة على الأقل حتى الآن تم إلغاؤها في إجراءات احترازية، وبعضها اتخذ على الفور. بعض شركات الطيران قالت إنها ستنتظر قليلا وستقرر في حال حسب الطبيعة التي ستنشأ نتيجة هذا المنخفض الجوي سواء في مناطق الإقلاع أو مناطق الهبوط، وبناء عليها ستقرر ما إذا كانت ستلغي مزيد من الرحلات الجوية. الأمريكيون بطبيعة الحال يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد وأعياد أخرى، وهذا الطقس لا يوافقهم كثيرا، وإن كان في بعض مناطق الوسط الغربي مثل شيكاغو على سبيل المثال سيكون هناك هطول ثلجي كبير، في بعض الأحوال سيتراكم بحدود 40 إلى 50 سنتي مترا. الولايات المتحدة تستعد وتقول إن كافة طواقم الطوارئ جاهزة للتعامل مع هذا المنخفض، لكن كما هو الحال دائما تحدث هناك بعض العقبات والعراقيل، ونتيجة لذلك تكون هناك إصابات ومخاطر أكبر. من واشنطن رسولنا أنس أصبار، شكرا جزيلا لك أنس.